بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في قناتي، مقتطفات حلوة من كل مكان. ولو لسه ما اشتركتيش يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي بإذن الله. النهاردة هعمل لكم الكيكة العادية. مقاديرنا عبارة عن 3/4 كوباية زيت، كوباية لبن، 2 كوباية سكر، 3 كوبايات دقيق، 5 بيضات، معلقة فانيليا أو كيس فانيليا، معلقه كبيره بيكنج بودر او كيس بيكنج بودر، ذره ملح. يلا بينا عشان احضر الطريقه. طبعا الاول هاخد البيكنج بودر والملح واحط ايه على الدقيق، اخلط دول الاول كده مع بعض كده، وبعدين هجيب كوز الخلاط واضرب الايه البيض دهوت احطه في الخلاط. حطيت البيض بتاعي في الخلاط كده، 5 بيضات. هبدأ احط بقى الايه المعلقة الفانيليا. واحط بقى كل المكونات السائلة كلها مع بعض، على الزيت على اللبن على السكر كله مع بعض. ادي اللبن وده السكر دول، هضربهم في الخلاط وارجع لكم تاني. ضربت الخليط بتاعي بقى بالمنظر ده، طبعا هبدأ احطه ايه على الدقيق. الطريقة دي كده عشان ما يتكتلش مني، فبحط شوية شوية. اقلبه حلو كده عشان اضمن ان مفيش تكتلات في الدقيق او يكون في دقيق لازق في الجدران او اي حاجه. احطه كله كده، اقلبها تقليبه حلوه كده. ماشي كده القوام ده اللي انا طالباه واللي انا عاوزاه ان شاء الله باذن الله. هجهز بقى الصينيه وارجع لكم. عند الصينية ديت دهنتها زيت وبطنتها بالدقيق، وهي شكلها شكل الوردة كده. ماشي هبدأ بقى اخد الخليط بتاعي وافضيه هنا كده. طبعا عشان انا عامله مساحه عشان خاطر هي لسه هترتفع يعني وكده، فانا هحط شويه دول هنا والباقي ده هحطه في صينيه تانية. جهزت الصينيتين اهي، الصينيه اهي الاولانيه والصينيه التانية اهي. طبعا انا هحطهم في الفرن بقى 180 درجه حوالي نص ساعه، وبعد ما تستوي ان شاء الله وتطلع من الفرن هوريها لكم باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله الكيكه بتاعتي جهزت يا جماعه اهيت، والريحه جنان، والقالب الصغير اللي انا كنت عملته اهوت، وهي وصلت لدرجه الاستواء اهيت، بقت مستويه وحلوه وهشه وجميله. ودي برضو بسم الله ما شاء الله روعه يعني.
طبعا هي طلعت سخنه جدا دلوقتي، طبعا هقلبها وفرجها لكم ووريها لكم ان شاء الله. انا قلبت الكيكه اهيت، ما شاء الله طريه وجميله، اهيت جميله جدا وروعه، وبسم الله ما شاء الله. طبعا دلوقتي انا ان شاء الله باذن الله انا هزوقها. الفيديو ده طبعا كده خلص، دي طريقه الكيكه. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هعمل لكم طريقه ازاي ان انا هزوقها ان شاء الله باذن الله. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك ان عجبك الفيديو، واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.